بسم الله الرحمن الرحيم، بنواصل محاضراتنا في مساق تدقيق حسابات أو مراجعة حسابات واحد. تكلمنا المرة الماضية عن بعض العوامل اللي تعتبر اللي هي مقدمة لعلم التدقيق. اليوم حنستكمل، هو الفصل الأول، حنتكلم عن بعض العوامل أو أهم العوامل اللي أدت لزيادة الطلب على مهنة تدقيق الحسابات. طبعا ذكرنا أن مهنة تدقيق الحسابات مرتبطة أو ارتبطت في الماضي بتطور الحاجة أو تطور علم المحاسبة وانفصال اللي هو الإدارة عن الملاك، وبالتالي نشأت الحاجة لطرف وسيط للتأكد من أن الأمور بتمشي زي ما بدهم إياه أصحاب المصالح. العوامل اللي بتؤدي لزيادة الطلب على مهنة التدقيق زي ما احنا شايفين في الجدول اللي عندنا هنا، اللي هو عندي حاجة بنسميها فجوة البعد. فجوة البعد، في عنا تضارب المصالح، في عنا الأثر المتوقع، في التعقيد، في عوامل اقتصادية. يبقى عندي عامل فجوة البعد، عامل تضارب المصالح، عامل الأثر المتوقع، عامل التعقيد، وعوامل اقتصادية. هذه 5 عوامل أدت لزيادة الطلب على مهنة التدقيق، أدت لزيادة الطلب على مهنة التدقيق. وبالتالي كل ما زادت فجوة البعد، كل ما زاد تضارب المصالح، كل ما زاد الأثر المتوقع، كل ما زادت درجة التعقيد، كل ما زادت العوامل الاقتصادية، معناته حيصير ازدياد مضطرد على مهنة التدقيق. وحنشوف ايش بنقصد بالعوامل هذه من خلال الشرح التالي. أول حاجة قلنا اللي هو من العوامل اللي هو فجوة البعد. فجوة البعد بنقصد فيها فجوة البعد بين الإدارة والمساهمين، الفجوة الموجودة بين الإدارة والمساهمين. كيف الفجوة الموجودة بين الإدارة؟ إحنا عندنا مبدأ الشخصية الاعتبارية، أو مبدأ اللي هو التضخم الشركات وكبرها، أصبح المساهمين بيستعينوا بإدارة متخصصة لإدارة الشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالشركة، وبطل المساهمين أصحاب المشروع هم من نفسهم الإدارة، صار في فصل بين الإدارة وبين الملاك. بما أنه في فصل بين الإدارة والملاك، يعني أصبحت الإدارة هي اللي بتسير أمور المؤسسة، وبالتالي الملاك أصبحوا مغيبين عن الاطلاع على تفاصيل العمليات اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية. وبالتالي بما أنه المساهم بعيد عن الإدارة ومش على اطلاع بكافة تفاصيل العمل الإداري، فبالتالي هو محتاج إلى طرف ثالث أو طرف وسيط يطمئنه أن التقارير المالية اللي بتصدرها الإدارة والتقارير الإدارية اللي بتصدرها الإدارة وبتصله بشكل منتظم سواء دوري أو سنوي هي تقارير صحيحة. يبقى بنقصد فجوة البعد اللي هي المسافة أو الفجوة بين الإدارة والمساهمين وبين الإدارة والأطراف الأخرى، لأنه إحنا عندنا الإدارة، في إدارة وفي مساهمين وفي أطراف أخرى اللي هم إلهم مصلحة، اللي بنسميهم أصحاب المصالح، والأطراف الأخرى التي تعتمد على البيانات المالية اللي بتعدها الإدارة. طبعا هنا في فجوة البعد، ايش اللي خلى المحاسبة او التدقيق مهم؟ انه في حالة عدم موثوقية في البيانات المالية، في حالة من عدم الموثوقية. لو احنا كمساهمين واصحاب مصالح واطراف اخرى عندنا ثقة بدرجة 100% في الإدارة وصحة التقارير تاعتها وعدم وجود أخطاء فيها وعدم وجود حالات غش وتلاعب في البيانات المالية، كان ما بنحتاجش اللي هو نبحث عن مهنة التدقيق، أو بالأحرى كان مش حيكون لزوم لوجود حاجة اسمها مهنة التدقيق. لكن في ظل حالة عدم الموثوقية، يقبل المساهمين مش فيش عندهم ثقة كاملة بالإدارة، وأصحاب المصالح الخارجيين فيش عندهم ثقة كاملة بالإدارة. يقول نتكلم على حالة ثقة كاملة، هو في درجة من الثقة
لكن ما بتصلش لحد الكمال. يعني احنا فيش عندنا موثوقية تامة بالإدارة. احنا عادة كملاك أو كمساهمين بنحط الإدارة، بنختار أفضل ما نعتقد إنهم موجودين. يعني في عندنا درجة ثقة بنسب معينة في الناس هذول، لكن بتظل الاحتمالات الأخرى موجودة، خاصة الإدارة اللي هو عنصر بشري، والعنصر البشري بطبيعة الحال في جوانب نقص كثيرة، ممكن تكون جوانب نقص مقصودة أو أخطاء مقصودة أو أخطاء غير مقصودة. نقول لي حالة عدم الموثوقية في البيانات المالية ودرجة الاعتماد عليها هي وراء حدوث هذه الفجوة. ونظرا لكبر حجم العمليات وتعقيدها وفصل الملكية عن الإدارة، كل ذلك يؤدي لزيادة الفجوة. فجوة البعد، فجوة البعد، الملاك مش هم الإدارة، الأطراف الخارجية مش هم الإدارة، وكل واحد بتطلق من خلال تحقيق المصالح اللي بتخصه. إيش العوامل اللي أدت لزيادة الطلب على مهنة التدقيق؟ أو إيش هي أبعاد فجوة البعد؟ فجوة البعد في بعد قانوني، وفي بعد زماني، وفي بعد مكاني. فجوة البعد اللي حكينا عنها ممكن تكون لها 3 جوانب: بعد قانوني، وبعد زماني، وبعد مكاني. بعد الزماني، إنه إحنا اليوم الإدارة بتقدم تقارير في نهاية السنة، وبالتالي من أول السنة لآخر السنة بيكون الملاك وأصحاب القرارات مغيبين، وبالتالي هنا حيكون في فجوة زمنية مقدارها عدة أشهر، عدة أسابيع، عدة سنوات. هذه محتاجة لإيش؟ لمين يدققها بشكل متواصل. البعد المكاني، طبعا احنا ممكن الشركة تكون في أمريكا واحنا في فلسطين أو في الصين أو في أوروبا، وبالتالي أصحاب المصالح ما بتواجدوش في المنطقة الجغرافية أو المقر اللي فيه اللي هو الإدارة. وحتى لو كانوا في نفس المنطقة الجغرافية الواحدة، الإدارة والعاملين في الإدارة ما بيسمحوش للمساهمين وأصحاب المصالح بالاطلاع على البيانات وقتما شاءوا، لأنه هذا بيؤدي لعرقلة الشغل. في بعد قانوني، البعد القانوني اللي بنتج عن اللي هو التشريعات والقوانين وعدم الالتزام بها. لكن البعد الزماني والبعد المكاني هم أكثر عاملين مؤثرات. في عندنا هنا بعد التكلفة، البعد الرابع برضو اللي هو موجود، بعد التكلفة يحتاج الاطلاع على الدفاتر والسجلات إلى تكلفة عالية بتأثر على الجميع. لو كل واحد بده يطلع معناته كل واحد حيكون في تكلفة مرتفعة جدا، وإضاعة للوقت مش حيكون بمقدار الشركة أنها تستوعب مثل هذه الإجراءات. ما هو دور المدقق في تقليص فجوة البعد بين الإدارة والمستخدمين؟ كيف المدقق أو التدقيق بده يقلص الفجوة أو فجوة البعد؟ طبعا الإدارة هنا والمستخدمين قلنا في بينهم فجوة، في بينهم اللي هو يعني حالة من عدم الثقة الكاملة. فبالتالي عشان يوصلوا للي هو حل وسط يرضي الطرفين، فبتم الاتفاق على تشكيل أو تكليف اللي هو مدقق حسابات بتمتع باستقلالية. هو حيكون مندوب أو ممثل عن مستخدمي البيانات سواء الإدارة أو أصحاب المصالح، حيروح على الإدارة يطلع على التقارير، يدققها، يتأكد من صحتها، ويصدر تقرير بأكد صحة البيانات المالية أو بنفي صحتها، ويسلمه لمين؟ لمستخدمي البيانات المالية. يبقى هو المدقق الحسابات حيكون دوره مندوب أو وكيل يمثل مستخدمي البيانات المالية، يمثل أصحاب المصالح على مختلف توجهاتهم، ويكون هو الجهة التي تتصرف أو تتواصل مع الإدارة وتطلع على البيانات المالية وتطلع على الوثائق وتطلع على الإجراءات المالية والإدارية، ويصدر تقرير له
أصحاب المصالح، يرتقي لأصحاب المصالح. يبقى المدقق اللي هو طرف وسيط من خلال كفاءته واستقلاليته بين الطرفين، يعني هو مش حيكون منحاز لا لأصحاب المصالح اللي كلفوا جزء منهم اللي هو الملاك، ولا منحاز للإدارة اللي هي تتمكن أو تمتلك الوثائق والتقارير والقوائم المالية. فهو طرف مستقل بين الاثنين، وبالتالي حيقدم تقرير باستقلالية وشفافية تامة، مش حيكون منحاز للإدارة ولا حيكون منحاز لمتخذي القرارات. وطبعا عشان تقرير يكون تقرير منصف، طبعا تقرير مدقق الحسابات لازم المدقق يكون عنده كفاءة، عنده استقلالية، عنده مهنية، عشان يطلع بتقرير وفق المعايير الخاصة بعملية التدقيق. من العوامل، العامل الثاني من العوامل اللي أدت لزيادة الطلب على مهنة التدقيق، تضارب المصالح. تضارب يعني إيش؟ يعني تعاكس، المصالح متعاكسة، مصالح متعاكسة، يعني إحنا بنتكلم على ناس لهم مصالح، الناس هذول مصالحهم بتختلف عن الثانيين. يعني بالضبط زي ما نجي نقول واحد حيروح زبون يشتري سلعة من بائع، البائع حيطلب مبلغ كبير والزبون معني يخفض في السعر ويدفع مبلغ قليل. طبعا كل واحد اللي هو مصلحته بتكون عكس مصلحة الثاني. يعني إذا الزبون دفع مبلغ كبير معناته مصالحه تضررت، بينما التاجر البائع بتكون مصالحه تحققت. لو الزبون دفع مبلغ قليل أقل من التكلفة أو التكلفة، معناته مصالح البائع تضررت ومصالح الزبون تحققت. يبقى بنقصد تضارب المصالح انه احنا في عند عدة اطراف، هاي الاطراف المتعددة او الفئات المتعددة المستفيدة من البيانات المالية، كل واحد بيكون عنده مصالح تختلف عن مصالح الطرف او الفئة الاخرى، وقد كل طرف بيحاول انه يحقق مصالحه، وقد يكون تحقيق مصالح طرف تضر بطرف اخر، او بتكون إلها تأثير سلبي على مصالح طرف آخر. إيش هي أنواع التضارب اللي بتحدث في المصالح؟ يقول لي هناك تضارب رئيسي بين الإدارة والمساهمين. تضارب رئيسي بين الإدارة والمساهمين إيش بيمثل؟ يمثل التضارب الرئيسي بينهما. هناك تضارب آخر بين الشركة وبين المستخدمين الآخرين للبيانات مثل المقرضين والدائنين والجهات الحكومية. كيف يعني الآن بنقدر نقول هناك تضارب بين الإدارة والمساهمين؟ الآن المساهمين كونوا شركة وجابوا ناس خارجين عن المساهمين، ناس ذو كفاءة في علم الإدارة والأمور المالية وأمور التنظيم والإشراف والتوجيه والرقابة، وحطوهم يديروا الشركة. طبعا المساهمين لهم مصالح، انهم بدهم ارباح، بدهم الشركه تنجح وتحقق ارباح وتزيد الارباح، لانه كل ما زادت ارباح الشركه معناته حقوقهم الماليه بتزيد، وسمعتهم وكفاءتهم وثروتهم حتزيد. في المقابل الاداره لها مصالح قد تختلف مع مصالح المساهمين. يعني المكافآت اللي بتاخذها الإدارة بشكل كبير، شو حتساوي في حقوق المساهمين؟ ها، هتحاول تقلل منها بدرجة معينة. يبقى هنا الإدارة همها اللي هو تاخذ رواتب عالية ومكافآت عالية ويتجدد لها اللي هو بدل السنة سنتين وثلاثة وأربعة. يبقى الإدارة إلها مصلحة والمساهمين إلهم مصلحة. الآن مرات ممكن المصلحتين تتقابل، ومرات ممكن المصلحتين يصير بينهم تضارب. عادة اللي هو في جوانب اتفاق في المصالح الإدارة والمساهمين، وفي بعض الجوانب بصير فيها تعارض. يعني الآن اللي هو الإدارة تسعى لتحقيق الربح والمساهمين بيسعوا لتحقيق الربح، بس الإدارة شو هدفها من تحقيق الربح أو تعظيم الربح؟ إنه تزيد رواتبها وتزيد مكافآتها،
بينما المساهمين هدفهم من تحقيق وتعظيم الربح اللي هو زيادة رأس مالهم وزيادة ثروتهم وزيادة حقوقهم الملكية. يبقى هم بيتفقوا في الهدف انه جهتين هدفهم زيادة الربحية، جهتين هدفهم زيادة الربحية. طيب لو الإدارة ما قدرتش تحقق المطلوب بدقة، يعني ما قدرتش تعمل على زيادة الأرباح بالشكل اللي بدهم إياه المساهمين، معناته هل هي حتحافظ على وجودها ولا وجودها حيكون في خطر؟ وجودها قد يكون أو يصبح في خطر، الرواتب تاعتها حتتأثر، المكافآت تاعتها حتتأثر. طب إيش تساوي؟ ممكن تلجأ الإدارة للتلاعب لإثبات أرباح وهمية، لإثبات أرباح وهمية. طبعاً إذا أثبتت أرباح وهمية وتم التزييف والتلاعب في القوائم المالية، هي حتاخذ مكافآت تعالي، المكافآت هذه حيكون تأثيرها سلبي على حقوق المساهمين، لأنه هي فعلياً هتستنزف من رأس المال. يقبل الإدارة حتحقق مصالح عالية، هتاخذ رواتب ومكافآت عالية، في المقابل حقوق المساهمين، لأنه بعد سنة ولا سنتين التلاعب في الأرباح هنا مش حيظلوا لهم غطى، حينكشفوا، حيأثر على حقوق المساهمين ويؤدي له اللي هي تدهور ثروتهم وموقعهم ومركزهم المالي. يقبل في لحظات معينة نجاح الإدارة يعتبر نجاح للمساهمين، لكن مرات إذا الإدارة بتحققش النجاح المطلوب ممكن تعمل على تزييف الوقائع عشان تخلق اللي هي أرباح وتخلق اللي هي نتائج مميزة، وهي النتائج بتكون مضللة. الإدارة حتستفيد من وراء هذا التضليل، لكن المساهمين حيكونوا هم المتضررين. يبقى هنا تضارب. إيش النوع التضارب الثاني اللي بحكي عنه؟ تضارب بين الشركة ومستخدمين الآخرين للبيانات، مثل المقرضين والدائنين والجهات الحكومية. الآن إحنا كشركة لو طلعنا والله عنا ربح مبلغ وقدره، يعني قلنا والله إحنا في السنة حسب تقريرنا المالية ربحنا $1,000,000، الحكومة حتقول لي بما أنه أنت ربحت $1,000,000 بيطلع عليك 14 ولا 15 ولا 20% ولا 30% ضريبة حسب نسبة الضريبة، معناته ادفع ما يستحق للحكومة لدائرة الضريبة. فالآن حيصير عندي تضارب، كل ما زاد ربحي معناته نصيب الحكومة بده يزيد، لو أنا بدي أقلل من نصيب الحكومة بدي أقول ليش أدفع للحكومة اللي تشاركني في الأرباح تاعتي؟ لا، اعمل شوية تلاعب يا شركة، اعمل شوية تلاعب في الحسابات الختامية عشان ما نبينش إنه ربحنا $1,000,000، نبين انه عنا ربح بس $100,000، ومدل ما ندفع للحكومة $200,000 ضرائب ندفع لهم $20,000. يبقى هنا بصير التلاعب في البيانات المالية من قبل الشركة عشان تحقق هي مصالحها اللي حتكون على حساب مين؟ الجهات الحكومية، لانه انها خفضت المبلغ المدفوع لدائرة الضريبة من 200,000 ل 20,000، معناته الفرق اللي ما اندفعش حيكون اللي هو ايش؟ يستخدم في مصلحة الشركة. يبقى الشركة بهمها تحقق مصالحها حتى لو كانت على حساب الجهات الحكومية. طب كيف عندي تضارب بين الشركة وبين المقرضين؟ المقرضين لو انا كشركة محتاج اللي هو قرض $5,000,000 لانشاء مشروع معين، وفيش عندي المبلغ الكافي، وفيش عندي المبلغ الكافي، لمين حتتوجه تاخذ قرض؟ حتتوجه لأحد البنوك، تقول له بدي قرض مبلغ وقدره، البنك والدائنين حيقبلوا يعطوها القرض بناء على تقارير المالية اللي تثبت كفاءتها في الأمور وقدرتها على سداد القرض مع الفوائد المستحقة له. طيب لو الأمور البيانات المالية حقيقية ما فيش فيها أرباح تقنع المقرضين على الموافقة على القرض، إيش حتساوي الشركة عشان مصلحتها وبدها تاخذ قرض؟ حتقدم تقارير فيها تلاعب، تقارير فيها تلاعب. يبقى من مصلحة الشركة تتلاعب في التقارير المالية عشان مين؟ عشان تحقق مصلحتها في الحصول على القرض
لكن في المقابل مين اللي حيتضرر؟ حيتضرر المقترضين. فالمقترضين مش حي... يعني حيكون بينهم تضارب بينهم وبين إدارة الشركة، فهم هنا إيش بفضلوا عشان يكونوا مطمئنين وواثقين لصحة التقارير المالية والقوائم المالية، فبيكون هنا اللي هو إيش مهنة التدقيق أو بطلب تقارير مدققة للإطمئنان أو للموثوقية في صحتها. العامل الثالث من العوامل اللي بأدت لزيادة الطلب على مهنة التدقيق اللي هو الأثر المتوقع. الأثر المتوقع إيش بنقصد الأثر المتوقع؟ بيقول نتيجة العمل المحاسبي هي المقصد الأخير من هذه العملية، يتم توصيل النتائج للمستفيدين منها. المستفيدين أو أصحاب المصالح بدهم اللي هو القوائم المالية والتقارير المالية عشان يتخذوا قرارات، عشان يتخذوا قرارات. طيب إذا كانت القرارات اللي التقارير المالية اللي وصلتهم سليمة، معناته حيكون عندهم فرصة كبيرة يتخذوا قرارات سليمة، وبالتالي حيكون نتيجة القرارات السليمة اللي هو النجاح. لكن لو كانت القرارات اللي التقارير المالية اللي وصلتهم فيها أخطاء وغير سليمة، معناته من المؤكد أن التقارير القرارات اللي بتاخذوها حتكون اللي هو إيش غير صحيحة، لأنها اعتمدت على بيانات مضللة. فبالتالي إذا الأثر هنا يعني ممكن يترتب على اللي هو القوائم المالية أثر سلبي كبير جدا وخسائر كبيرة جدا، لأنها اعتمدت على بيانات مضللة. بما أنه الأثر كبير جدا، معناته إحنا ليش نجازف قبل ما نتخذ قرارات؟ وقد تكون هاي القرارات تصطدم في الواقع وتفشل. لا، خلينا نعتمد على مهنة التدقيق، لأنه لو ما اعتمدناش على بيانات سليمة، معناته الأثر المتوقع والخسائر اللي حتلحق بالشركة حتكون خسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا. من العوامل اللي أدت لزيادة الطلب على التدقيق اللي هو التعقيد. إيش بنقصد تعقيد؟ زادت اللي هو العمليات التجارية، زادت فروع الشركة، زادت أنشطتها، زادت العملات، زادت اللي هو العمليات الشراء المستقبلي والعقود الآجلة والعقود اللاحقة. يعني العمل بصار في تعقيد. بما أنه زاد في التعقيد، زيادة التعقيد في عمل المحاسبين بسبب التطور في العمليات الاقتصادية والمتطلبات القانونية ومتطلبات تطبيق المعايير المحاسبية، هذا كله قد يؤدي إلى وقوع أخطاء وتقديم بيانات غير صحيحة. يعني الناس مش قصدين يضللوا المستخدمين، لكن إحنا في عنا أمور وتعقيدات اقتصادية كبيرة، متطلبات معايير ومتطلبات قانونية ومتطلبات اقتصادية، ومعناته في هامش كبير للخطأ. بما أنه في هامش كبير للخطأ، معناته متخذي القرارات هل من الصح يعتمدوا على بيانات تحتمل درجة كبيرة من الأخطاء، ولا محتاجين أنه تخضع هاي البيانات لمدققين ذو كفاءة واستقلالية للتأكد من دقتها وسلامتها وخلوها من أي أخطاء. هاي بنقصد في التعقيد. العامل الخامس عندنا عوامل اللي هو اقتصادية. العوامل الاقتصادية مهمة جداً. بعض العوامل الاقتصادية التي زادت الطلب على التدقيق اللي هو بيقول لي تخفيض خطر المعلومات وتخفيض تكلفة رأس المال ومنع الأخطاء والتحريفات والمساعدة في عملية الرقابة. هذه عوامل اقتصادية، عوامل اقتصادية. المعلومة اللي جتني لها خطر. إيش خطر المعلومة؟ إنه أنا بناء عليها ممكن أتخذ قرار. يعني أنا بقول بدي أستثمر في الشركة ألف لأنه تقاريرها ناجحة، معي $1,000,000. لو رحت استثمرت وطلعت المعلومات اللي قالت لي إن الشركة ناجحة طلعت معلومات غير صحيحة، معناته الفلوس تاعتي إيش ضاعت. يبقى في خطر إنه تكون المعلومة اللي بدي أعتمد عليها غير سليمة. طب عشان نخفض خطر هاي المعلومة، يعني لازم يكون في عندي اللي هو درجة تأكيد بأن المعلومة صحيحة، وحيترتب عليه إنه أنا أتخذ قرار بناء على معلومة تم التأكد بدرجة كبيرة من صحتها، وبالتالي الخطر تاعها أصبح خطر منخفض. في
في عندي من العوامل الاقتصادية تخفيض تكلفة رأس المال، تخفيض تكلفة رأس المال. لو احنا رحنا ناخذ قرض من البنك، والبنك اطلع ولقى عندي تقارير مدققة ووضع كويس والشركة بتحقق أرباح والأمور تمام، والبنك أصبح على ثقة كاملة إنه ما فيش أي عنصر خطر أو مجازفة بتواجه الشركة، معناته ممكن يقبل يعطي الشركة القرض أو التمويل المطلوب بنسبة فائدة منخفضة. لكن لو وجد إن الشركة حسب المعلومات بتواجه مخاطر واحتمالات الإفلاس أو عدم القدرة على السداد مرتفعة، معناته حيطلب معدل فائدة عالي تتناسب مع درجة المخاطرة. إيش بنقصد منع الأخطاء والتحريفات؟ الأخطاء اللي ممكن تكون زي ما حكينا أخطاء مقصودة أو أخطاء غير مقصودة، بالإضافة للمساعدة في عملية الرقابة، لأنه دور المدقق الرقابة اللي بتتضمن اللي هي التأكد من صحة الإجراءات الإدارية والمحافظة على الأصول وممتلكات الشركة، لأنه هذه عوامل اقتصادية. الشركة بتملك أصول، اللي هي الأصول اللي بتمكنها من عملية اللي هو التشغيلية. الأصول هذه لو ما فيش عليها تدقيق، معناته ممكن تتعرض للضياع أو لسوء الاستخدام، وبالتالي تكون في تكاليف اقتصادية مرتفعة بتتحملها الشركة نتيجة عدم وجود التدقيق. طبعا يعني شرح على الأمور اللي احنا حكيناها على السريع. إيش الأسباب؟ أول شغلة قلنا عنها تخفيض خطر المعلومات. إيش الأسباب اللي بينتج عنها خطر المعلومات؟ خطر المعلومات ممكن ينتج عن صعوبة الوصول للمعلومات مباشرة من معديها، بالتالي بتصل المعلومات من مين؟ من طرف لطرف لطرف، وبالتالي ما بتكونش بالدقة المطلوبة. المصالح الشخصية لمن يقوم بتحضير المعلومات وإمكانية التحيز، المصالح الشخصية اللي بعد المعلومات أو بعد البيانات المالية اللي هو المحاسبين والإدارة المالية وإدارة الشركة، هذول أنهم يعدوا البيانات المالية، معناته أي حد يعدوها بشكل يخدم الأطراف الخارجية، ولا ممكن يعدوها بشكل متحيز لمصالحهم أو لا اللي هي الظروف اللي تخدمهم. طبعا هنا خطر للمعلومات. 3، توسيع المنشآت، توسع المنشآت وزيادة العمليات فيها، بالتالي زيادة حجم المعلومات، بالتالي يؤدي إلى احتمال وجود أخطاء وتحريفات. 4، قلنا تعقيد العمليات المالية والمحاسبية، وبالتالي حتزيد من خطر المعلومات. العوامل الاقتصادية قلنا اللي هي تكلفة رأس المال ومنع الأخطاء والأمور هاي كلها شرحناها بالتفصيل. نجي نتكلم على أهداف التدقيق. أهداف التدقيق، أهداف التدقيق بتنبع أهمية التدقيق قلنا من أهمية تلبية احتياجات المجتمع. تلبية احتياجات المجتمع، ما قلناش تلبية احتياجات الإدارة ولا تلبية احتياجات أصحاب المنشأة اللي هو المساهمين. قلنا تنبع أهمية التدقيق من أهميته من تلبيته لاحتياجات المجتمع، وهنقولنا احتياجات المجتمع، والمجتمع بيشمل عدة فئات اللي هم أصحاب المصالح. وتوقع أن تتطور هذه المهنة مع تطور المجتمع، ومن هنا يمكن التمييز بين مراحل مرت بها مهنة التدقيق متأثرة بالبيئة المحيطة، ويمكن توضيح أهداف التدقيق حسب المراحل المختلفة كمان. أهداف التدقيق، حنشوف أهداف التدقيق في المرحلة الأولى اللي ظهر فيها علم التدقيق، يعني في الزمانات في العصر الماضي ليش ظهر التدقيق وشو كانت أهدافه. المرحلة الأولى اللي هو مرحلة ظهور التدقيق، اللي هو طبعا ظهر أيام اللي هو قبل الثورة الصناعية. المرحلة الثانية مرحلة ما بين 1920 ل 1960، اللي هو طبعا هذه المرحلة اللي هو الكساد العالمي والحرب العالمية والظروف الاقتصادية الصعبة اللي مرت فيها اللي هو منشآت الأعمال، طبعا كان للتهدئة الأهداف
لها أهداف خاصة فيها. المرحلة الثالثة مرحلة ما بعد الستينات من القرن العشرين، نشوف إيش أهداف التدقيق في كل مرحلة. أول حاجة في مرحلة ظهور التدقيق تمثلت أهداف التدقيق بشكل رئيسي في اكتشاف الأخطاء والغش والأخطاء الفنية والأخطاء في المبادئ. في مرحلة الظهور علم التدقيق صارت عندنا سرقات، صارت عندنا فضائح، صارت عندنا قصص كثيرة، فالملاك قالوا لا احنا بدنا اللي هو مهنة التدقيق الهدف الأساسي منها، أو بدنا إياهم عشان يكتشفوا أي أخطاء والغش، وهم عندهم هدف واحد ووحيد اللي هو إيش في أخطاء وغش في الشركة بدنا التدقيق يكشفها. يقبل المدقق شغلته ووظيفته ومهمته يكشف الأخطاء والغش، سواء كانت أخطاء فنية أو أخطاء في المبادئ. هذه في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية طبعا حنشوف شوية تفصيل عنها الآن. المرحلة الثانية من 1920 ل 1960، اللي هي طبعا الهدف مواجهة توقعات المجتمع، مواجهة توقعات المجتمع غير المعقولة، وتبني دور المثقف في المجتمع على المسؤوليات المعقولة كما تفهمها المهنة، بيان أن مسؤولية اكتشاف الأخطاء والغش هي مسؤولية الإدارة وليس مسؤولية المدقق، في هذا وفي هذا محدود وفي هذا هي محدودة وثانوية. يبقى في المرحلة الأولى كانت شركات الأعمال صغيرة، وبالتالي المدقق الحسابات بيقدر اللي هو يقوم بالهدف اللي مطلوب منه اللي هو يمنع اللي يكتشف الأخطاء والغش. طب في المرحلة الثانية من 1920 ل 1960، في المرحلة هذه كبرت حجم الشركات وتعددت أنشطتها وفروعها ومواقعها، وأصبح المدقق غير قادر في ظل المعطيات الجديدة إنه يكشف الأخطاء ويمنعها. معناته هنا بدينا ننتقل لمرحلة ثانية، انه المجتمع بطالب مني اكشف الاخطاء، وانا امكانياتي وقدراتي المتاحة لا تستطيع في ظل الحجم الكبير للعمليات المالية والادارية. فبالتالي هنا اصبح اللي هو الهدف ان نوعي المجتمع انه احنا يا مدققين مش هدفنا نكشف الاخطاء والغش، وأن عملية كشف الأخطاء والغش هي مسؤولية الإدارة مش مسؤولية المدقق، وأن مسؤولية المدقق في هذه الجزئية جزئية اكتشاف الأخطاء والغش اللي هي مسؤولية جزئية محدودة، يعني أنا ممكن في بعض الجوانب في الحاجات اللي بخصها ممكن أكشف الأخطاء والغش، لكن بشكل مطلق لا، هذه وظيفة الإدارة. وظيفة الإدارة هذه في المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة قلنا مرحلة ما بعد الستينيات. طبعا هنا المجتمع المالي ومجتمع الأعمال كبر بشكل كبير جدا، فهنا صار مطالبة المجتمع بشكل كبير مضطرة أن تتبنى المهنة موقف أكبر من مسؤولية اكتشاف الأخطاء والغش. يبقى هنا التدقيق بده يصير وظيفة أهم من مسؤولية اكتشاف الأخطاء والغش، إلا أن المهنة أبقت على الموقف السابق، فإن دورها يقتصر على أن التأكيدات بأن التأكيد بأن البيانات المالية تخلو من الانحرافات المادية المجاورة. يبقى هنا حتصير وظيفة أو أهداف التدقيق إنه ندي تقرير نأكد فيه إنه البيانات المالية، القوائم المالية المقدمة من قبل إدارة الشركة لا اللي هو المساهمين والأصحاب المصالح خالية من أي أخطاء جوهرية، وحنشوف إيش بنقصد بالأخطاء الجوهرية، وأن المهنيين يضعون في خططهم ما يمكن أن يوصلهم لذلك. يبقى اكتشاف الأخطاء والغش هي مسؤولية الإدارة، وإحنا مسؤوليتنا عنها مسؤولية جزئية، لكن إحنا أصبح دورنا إنه إحنا نقدم تقرير نتضمن أن البيانات المالية تخلو من الأخطاء الجوهرية أو تحتوي على أخطاء جوهرية، وما بنتكلمش على أي أخطاء، لأنه ممكن يكون في أخطاء وأخطاء كثيرة لكن تكون بسيطة يمكن التغاضي عليها مش حتأثر على مصداقية القوائم المالية، لكن إذا كانت الانحرافات مادية يعني جوهرية بشكل كبير معناته حيكون لها تأثير، يعني القوائم المالية مش حتكون مضبوطة، يعني
غير سليمة وغير صالحة لاتخاذ القرارات. هل مطلوب من المراجع أن يعطي رأي أم شهادة، وما الفرق بينهما؟ حنشوف في أحد الفصول اللي هو الرأي والشهادة. المراجع هنا بيقول لي بيعطي رأي ولا يعطي شهادة، لأن الشهادة بتكون شغلة اللي هي إيش؟ قطعية، درجة الثقة فيها درجة 100%، لكن الرأي يستند درجة أو نسبة معينة من الخطأ، والمدقق لأنه مش هيقدر يتحكم أو يفحص جميع العمليات المالية بدرجة 100%، فهو زي ما حنشوف قدام هيعتمد نظام العينات. حسب نظام العينات يعني هيفحص اللي هي عدد معين من المعاملات المالية للشركة. ممكن العدد الكبير الأكبر اللي ما انفحصش يكون في بعض الأخطاء أو بعض التجاوزات اللي ما يكتشفهاش المدقق، فبالتالي المدقق مش هيقدر يصدر شهادة اللي هي درجة الثقة فيها 100%، حيعطي رأي يحتمل الخطأ بنسبة معينة. أي بتكلم على اللي هو الشهادة، الشهادة تعني تأكيد مطلق، بينما الرأي أقل قطعية من الشهادة لأنه بيعتمد على الحكم المهني. أصبحت تركز اللي هي الرأي على التقرير ومحتوياته ومدلولاته، وأصبح التقرير المدقق حيعطي رأي اللي هو تقرير بيشتمل على 3 فقرات هنشوفه في أحد الفصول بالتفصيل، 3 فقرات وليس شهادة، ويقول فيه برأينا فإن البيانات المالية تعطي صورة حقيقية وعادلة وتظهر بعدالة. وحنشوف اللي هو في عنا حيكون فصل خاص بفقرة الرأي، لكن هذه بس في هذا المجال ذكر بس للتوضيح. نشوف اللي هو الجزئية اللي عندنا الآن اللي هي توقعات مستخدمي البيانات المالية ورغباتهم الخاصة بأهداف التدقيق. بتمثل طبعا توقعات مستخدمي البيانات المالية، مستخدمي البيانات المالية بتوقعوا أو بيرغبوا أو من مصلحتهم أن المدقق يقدم لهم شهادة اللي هي بتعطي رأي مطلق ما يحتملش اللي هو يعني بدهم اللي هي ايش؟ اللي هو نتيجة مطلقة ما تحتملش أي احتمال للخطأ. تمثل عملية التدقيق للمجتمع سلعة يجب أن تشبع رغباتهم، يعني بدهم إياها اللي هو ايش؟ حسب اللي تحقق رغباتهم واحتياجات مختلف أفراد المجتمع، رغم اختلاف توقعاتهم. فمنها الصريح ومنها الضمني والذي يتعلق بأهداف التدقيق. وعلى المدقق أن يواجه هذه التوقعات. ما هو مصدر هذه التوقعات؟ طبعا المصدر الأساسي لتوقعات المجتمع بينطلق من مصالحهم الشخصية والمصالح الخاصة بمستخدمي تقرير المدقق والموجه لهذه التوقعات. فهم يتوقعون عملية تدقيق كأي سلعة يجب أن تشبع الرغبات الخاصة بهم أو جزء منها على الأقل، على الرغم من أن هذه السلعة لن تتناسب مع رغبات الجميع، لكن كل واحد بده مهنة التدقيق تلبي جميع رغباته. طب اللي بدها تلبي رغبات طرف معين مش حتتناسب مع رغبات طرف ثاني، مش حتتناسب مع رغبات طرف ثالث. يعني اللي بتتعامل مع تقرير المدقق مش طرف واحد وإنما أطراف. الحكومة بتستخدم طرف تقرير المدقق فهو بيخدم الحكومة، أصحاب المصالح بيستخدموا تقرير مدقق فبيخدم أصحاب المصالح، الجهات المقرضة بتستخدم تقرير مدقق فاللي هو بيحتاجوه بيخدمهم، الدائنون بيعتمدوا على تقرير مدقق فبيخدم رغباتهم، الجهات الإحصائية والتخطيطية التخطيط القومي يخدم مصالحهم، لكن كل جهة مصالحها بتختلف عن الجهة الثانية. وكل جهة بدها المدقق يكون مسخر كل شغله لخدمة مصالحها هي، بغض النظر عن مصالح الجهات الأخرى اللي ممكن تتعارض معها. فهنا بنتكلم على اللي هو إيش؟ توقعات. كل طرف تتوقع إنه التقرير المدقق حيحقق كل رغباته.
هل يمكن قياس توقعات المجتمع مصالح المجتمع؟ طبعا هناك إجماع على أن هذه المصالح غير موحدة، بالتالي أنت مش ممكن تقيس حاجة غير موحدة، فبعضها واضح وبعضها غير واضح، وبالتالي فهي متناقضة. هل تحدث عملية التطور في مهنة التدقيق تغيير في المصالح؟ طبعا مهنة التدقيق تتطور، بتعمل على أنها تراعي بشكل متوازن حسب الأمور المهنية، وبالتالي مش هتشتغل مهنة التدقيق إنه إحنا نحقق مصلحة الحكومة أو نحقق مصلحة الدائنين أو نحقق مصلحة المدينين أو نحقق مصلحة اللي هو الجهات المساهمين أو نحقق مصلحة الإدارة، لا، هي بتشتغل بمهنية مش هدفها تحقق مصلحة حد قد ما هدفها توازن بين المصالح وفق المعايير المهنية الخاصة بمهنة المراجعة.